تعيش فيه العلاقات الأمريكية الروسية أحلك أيامها، وفي سيناريو يذكر بأيام الحرب الباردة، يزور مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون موسكو محملا بملفات ساخنة يتصدرها نية ترامب الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين ريغان وغورباتشوف في ثمانينات القرن الماضي، بحجة أن روسيا تنتهك قواعد هذه المعاهدة. أعتقد أن اجتماع هلسنكي بين رئيسينا أعطانا جميعا فرصة مهمة لمحاولة توسيع نطاق محادثتنا وتعميقها في عدد من النواحي، ولذا يشرفني أن أكون هنا في موسكو لتنفيذ هذه المهمة واللقاء معكم وزملائكم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل في الكريملين جون بولتون للاستماع إلى توضيحات وشروحات حول سياسة واشنطن في عدد من المسائل الدولية والإقليمية كالأزمة السورية وتواجد القوات الأمريكية بقاعدة تنف، وكذلك مسائل أفغانستان أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، وبالتأكيد مناقشة تصريحات ترامب الأخيرة المتعلقة بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ وتطوير ترسانتها النووية. من المفيد تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح والصراعات الإقليمية، ونحن على علم بنية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. وفي ظل تأكيد الكريملين أن روسيا لا ترحب بإلغاء معاهدة الصواريخ مع الولايات المتحدة دون وجود أي مخططات جديدة، يرى مراقبون بأن تصريحات ترامب حول معاهدة الصواريخ هي استفزاز يهدف للضغط أكثر على روسيا سياسيا اقتصاديا وعسكريا للحصول على المزيد من التنازلات. بعد أكثر من 30 عاما على توقيع معاهدة الحد من الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى، تهدد واشنطن بالانسحاب من هذه الاتفاقية وتطوير ترسانتها النووية، ما يعني تسارع سباق المحموم نحو التسلح النووي، أمر تراه موسكو تهديدا للأمن والسلم العالميين. يوسف فيغار، قناة الغد، موسكو.